متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم هبت رياح شمالية غربية نشطة السرعة في المنطقة الشرقية ومنطقة حفر الباطن، عملت على تشكل الموجات الغبارية وأيضا إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تستمر هذه الرياح أو ما يعرف برياح البوارح بالهبوء في العديد من مناطق المملكة، تحديدا الأجزاء الشرقية من المملكة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل يومي تشمل حتى العاصمة الرياض. التوقعات الجوية نبدأها بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح انتشار الكميات من الغيوم بدون فعالية في أجزاء في عموم المنطقة الغربية من المملكة، في حين ساءت أجواء صافية بشكل عام في باقي مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشرقية وحفر الباطن حيث كانت الأجواء مغبرة. نتحدث أكثر حول رياح البوارح والأجواء المغبرة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الرياح المتوقعة من يوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تستمر الرياح الشمالية الغربية أو رياح البوارح بالهبوب في الأجزاء الشرقية من المملكة، تحديدا منطقة حفر الباطن الشرقية ومنطقة الإحساء، وتصل حتى العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة القادمة. أثناء هبوب هذه الرياح يتوقع أن تعمل على إثارة الموجات الغبارية وتدني في مدى الرؤية الأفقية. يوم الجمعة أيضا تستمر هذه الرياح بالهبوب في عموم المنطقة الشرقية تشمل العاصمة الرياض، وتتحسن فرص تعرض العاصمة الرياض للأتربة المثارة وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية. يوم السبت بإذن الله لا تغيير الحال الجوية، تستمر رياح البوارح بالهبوب بقوة على الأجزاء الشرقية من المملكة، تعمل أيضا على تجدد تشكل الموجات الغبارية وأيضا إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. نذهب الآن للعاصمة أو التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، كما ذكرنا تبدأ أو تهب رياح البوارح على منطقة الرياض ومنها العاصمة الرياض، وبالتالي يوم الجمعة تكون الرياح نشطة وأتربة مثارة مع 41 ل 27 درجة مئوية. نفس الأجواء متوقعة يومي الجمعة وعفوا السبت والأحد مع تسجيل 41 درجة مئوية كحرارة عظمى يوم السبت، تنخفض ليلا تسجل 26، أما يوم الأحد 40 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها بالمنطقة الشمالية حتى تسود أجواء صافية بشكل عام لكن حارة، 38 درجة مئوية في تبوك حرارة عظمى، أما الصغرى 26 درجة مئوية، نفس الحرارات والأجواء متوقعة أيضا في عرعر وسكاكا. نذهب الآن للمنطقة الغربية، نبدأها من مدينة جدة حيث تسود تتفرق بعض الغيوم مع 35 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية، المدينة المنورة أجواء حارة 44 إلى 32، مكة المكرمة أجواء شديدة الحرارة 47 إلى 31 درجة مئوية، والطائف 35 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، زخات عديدة من الأمطار متوقعة، أبها 32 إلى 19، الباحة زخات عديدة من الأمطار 33 إلى 21، وجازان 38 إلى 32 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام تتعرض لرياح البوارح النشطة، أجواء نوعا ما مغبرة 41 إلى 33، نفس الأجواء في حفر الباطن مع 41 إلى 27، والإحساء 44 إلى 30 درجة مئوية مع رياح نشطة وأتربة مثارة. العاصمة الرياض أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة مع 41 إلى 27، بريدة 40 إلى 27، وحائل 36 إلى 24 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.